أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مشاركة، البرنامج الذي يعنى دوما بالقطاع المالي الإسلامي. معكم أنا الطيب عبد الماجد، وفي حلقة هذا الأسبوع سوق دبي المالي يطلق أول مؤشر إسلامي في الإمارات. فيتش تقول إن أصول البنوك الإسلامية في قطر أكثر قوة من نظيرتها التقليدية هذا العام. أيوفي تناقش حوكمة الصكوك والوقف. أطلق سوق دبي المالي المؤشر الإسلامي كأول مؤشر من نوعه في الإمارات لقياس أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأوضح سوق دبي أن المؤشر يضم 40 شركة، بما في ذلك 30 شركة محلية وعشر من شركات الإدراج المزدوج، كما حدد الحد الأقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر عند 10%. لنتعرف على الشركات الأكبر وزنا في هذا المؤشر. أصدر مصرف قطر المركزي أدوات دين محلية بقيمة 700 مليون ريال لأجل 3 سنوات. ووفقا لبيانات المركز القطري، فقد تم إصدار سندات حكومية لصالح البنوك المحلية بقيمة 500 مليون ريال وصكوك بقيمة 200 مليون ريال تستحق في أكتوبر 2022. ومع الإصدار الجديد يرتفع إجمالي سندات المحلية إلى 83 مليار و720 مليون ريال، والصكوك الحكومية إلى 46 مليار و520 مليون ريال، وأذونات الخزانة إلى 3 مليارات ريال. أعلنت شركة المراكز العربية عن موافقة جمعية العامة غير العادية على إصدار شركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي يمكن إصدارها محليا أو دوليا وبأي عملة، وذلك تماشيا مع السياسة الطويلة الأمد بنقل الشركة إلى تمويل عن طريق السوق أكثر مرونة وغير مضمون. كما وافقت الجمعية العامة على منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص. تقول وكالة فيتش لتصنيف الائتمان في تقرير حديث لها إن البنوك الإسلامية القطرية لديها مقاييس أقوى لجودة الأصول مقارنة بنظيرتها التقليدية في النصف الأول من العام الجاري، كما أن لديها تمويل أجنبي أقل، ومن ثم فهي أقل عرضة لخطر هروب الودائع. فما هو وضع البنوك الإسلامية القطرية الآن ونحن على مشارف الانتهاء من هذا العام؟ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ترى في جديد تقاريرها أن البنوك المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية في قطر تمتلك مقاييس أقوى لجودة الأصول مقارنة بنظيراتها التقليدية. وتستند فيتش في تقريرها إلى أن انخفاض التمويلات غير العاملة لدى البنوك الإسلامية لم تتخطى 1% من إجمالي محفظة التمويل، ومغطاه بمخصصات تزيد عن 100%، إلى جانب ارتفاع الربحية والعائد على الاستثمار، وهي التي تمثل أصولها نحو 26% من إجمالي الأصول البنكية في قطر بنحو 370 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري. مازالت المؤسسات المالية الإسلامية يعني تحتاج إلى يعني رؤوس أموال ضخمة جداً، تحتاج إلى الاندماجات القوية بحيث تكون كيانات قوية قادرة على مجابهة أي إعصار لا سمح الله. لكن كقواعد وأسس نعم يكونوا بإذن الله عز وجل حلا لجميع المشاكل المالية التي تعصف بالعالم.
وتضيف فيتش أن البنوك الإسلامية في قطر تمتلك تمويلاً أجنبياً أقل من نظرائها التقليديين، وهي أقل عرضة لمخاطر نزوح ودائع غير المقيمين، لكنها تتوقع، أي فيتش، في ذلك الوقت أن تتشارك البنوك الإسلامية والتقليدية في مواجهة تحدي الانكشاف على القطاع العقاري، وفي مقدمتها ارتفاع الرسوم، انخفاض قيمة التمويل، وإعادة الهيكلة للتمويل العقاري الذي ناهز 155 مليار ريال بنهاية سبتمبر، وهو ما يدفعها للتوسع خارجياً لرفع وتيرة النمو وتحسين تكاليف التمويل وتنويعه. لا شك أنه من بعد تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة بالقطاع المصرفي، ومن بعد ما أتم شروط بازل 3، أصبح هذا القطاع أكثر قوة وقدرة على مجابهة التحديات وعلى مجابهة أي ضغوطات على مستوى القروض بشكل عام، بما في ذلك قروض القطاع العقاري، إضافة للتوقعات القادمة بارتفاع هذا القطاع أيضا مع وجود قطر 2022. ولا ننسى أيضا أن القطاع المصرفي عنده خبرة جيدة بالتعامل مع هذه الضغوطات بسبب الأزمات المالية السابقة التي مرت بها الاقتصاد أو مر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام، وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك من أي مشكلة، والقطاع المصرفي قادر على مجابهة هذه التحديات بالأدوات المالية المتاحة وبالقوانين الموجودة من المصرف المركزي. يذكر أن معدلات رأس المال للبنوك الإسلامية العاملة في قطر تعتبر أفضل من نظيراتها التقليدية بحسب فيتش، على الرغم من استفادة البنوك الإسلامية من تباطؤ نمو التمويل في البنوك التقليدية وزيادة توليد رأس المال العامل للبنوك الإسلامية لمواجهة مخاطر التعثر. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن السيد ريدموند رامستيل، مدير أول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. أهلا وسهلا بك، نشكر وجودك معنا في مشاركة، ودعنا نتشارك معك تقريركم وفحواه، تقريركم الأخير. الله يسعد أوقاتك. تقريركم أشار إلى أن المصارف في قطر تتعرض ربما لضغط في الأصول، أصول البنوك القطرية، لكنه ألمح في ذات السياق إلى أن المصارف الإسلامية تتفوق في هذه الأصول على نظيرتها التقليدية. على ماذا بنيتم افتراضاتكم؟ شكرا لكم. جودة الأصول في القطاع المصرفي القطري هي بالعموم معرضة للضغوط، وهذا الأمر يصح تحديدا في القطاع العقاري، حيث أن هناك تخمة في المعروض، وكذلك في قطاع التعاقد ولا سيما التعاقد الثانوي، وكذلك في قطاع الضيافة وتجارة التجزئة مثل مولات أو متاجر التجزئة وغيرها. ولكن عندما نقارن المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، وعندما ننظر إلى نسب المالية، نجد أن المشاكل المالية أقل لدى المصارف الإسلامية، أي أنها أفضل. لكن هذا الأمر يتعلق بأسباب تخص البنوك ذاتها. إذا نظرت إلى البنوك التقليدية مثل بنك الدوحة والبنك التجاري، لديهما نسب تضرر مالي أعلى، وهذا الأمر أدى إلى تزايد نسب التضرر المالي بالنسبة للبنوك التقليدية. لكن ما لا نراه هو زيادة عملية إعادة هيكلة الديون، هذا الأمر لا نراه في عموم القطاع المصرفي. إذن من الصحيح القول أن البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية أصولها معرضة للضغوط عموما. انخفاض الودائع الأجنبية قياسا بارتفاع ودائع التجزئة، ذكرتم أن هذه ميزة تحسب للبنوك الإسلامية وتقلل من المخاطر، اشرح لنا هذه الجزئية. Yeah, absolutely. I mean, higher
نسب التمويل الأجنبي الأعلى، هذا أمر يشكل خطرا بالنسبة للقطاع المصرفي القطري، فهذا القطاع المصرفي لديه نسب عالية من نسب التمويل الأجنبي مقارنة مع دول الخليج الأخرى، والسبب كون هذا الأمر يشكل خطرا هو أن الودائع المحلية وودائع الأفراد مستقرة، بينما الودائع الأجنبية مرتبطة بالثقة، وخلال الأزمات تكون فيها التقلبات أعلى، وعلى الأغلب هي تغادر النظام المصرفي عندما يكون هناك ضغط. إذن بالتأكيد البنوك الإسلامية لديها ودائع محلية وودائع من الأفراد أكثر، وهذا الأمر يشكل ميزة لصالحها. نعم، دعنا في النهاية نتحدث عن أن البنوك الإسلامية في قطر تسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية، وذلك باستهداف ربما استثمارات عقارية في دول أخرى كبريطانيا والمغرب. الصورة الضبابية في بريطانيا نتيجة البريكزيت وغير واضحة المعالم، ألا يعد هذا مخاطرة؟ هذا سؤال مثير للاهتمام. البنوك تحاول تنويع أنشطتها خارج قطر، تبحث عن النمو والتنويع في التمويل. الأمر لا يقتصر على تنويع محافظها الاستثمارية، بل هناك تنويع في الأنشطة المصرفية عموما، مثل الإقراض وأيضا إنشاء فروع خارجية. نحن ننظر إلى كل بلد على حدة، وننظر إلى قوة النظام المصرفي وقوة بيئة التشغيل والعمل. هناك بعض بيئات التشغيل التي تعتبر فرضا أفضل، ففي المملكة المتحدة ظروف العمل أفضل، والعديد من أنظمة المصارف في منطقة شرق شمال أفريقيا في وضع ليس بجودة وضع في المملكة المتحدة، وبالتالي عملية التنويع في الأنشطة هي أمر جيد، لكن التنويع خارج السوق المحلية يتضمن مخاطر، لأن البنك لن يعلم النظام المصرفي الخارجي كما يعلم نظامه المصرفي المحلي. إذن التقلبات بالتأكيد تنطوي على مخاطر، لكن نحن ننظر إلى المنافع والتآزر الذي يمكن أن يتسبب به هذا التنويع الخارجي بالنسبة للمصرف الذي يفتتح فروعا خارجية. ريدموند رامسديل، مدير أول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنا أشكر وجودك معنا من العاصمة البريطانية لندن. وأنتم لازلتم تتابعون مشاركة من CNBC عربية، فيها بعض الفاصل. ما هو حكم بطاقات الائتمان في الشرع؟ التفاصيل بعد قليل. أهلا بكم من جديد في مشاركة. ناقشت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، ناقشت في اجتماعها 13 هذا الشهر في البحرين 3 مسودات معايير، وهي حوكمة الصكوك وحوكمة الوقف ومدونة الأخلاقيات المعدلة للمهنيين في مجال التمويل الإسلامي. نستوضح المزيد مع ضيفنا عبر الهاتف من المنامة زهرة جاسم، وهي مدير أول تطوير المعايير بأيوفي. أهلا وسهلا. ولنقف أولا على تفاصيل المسودات الثلاثة التي أدرجت في هذا السياق. شكرا أخي الكريم. بالنسبة لاجتماع المجلس 13 الذي عقد مطلع هذا الشهر في البحرين، فكما تفضلت تم نقاش 3 معايير، وهي الوقف والصكوك وميثاق الأخلاقيات. نستطيع أن نبدأ مثلا بميثاق الأخلاقيات، وهو معيار سيحل محل معيارين تم إصدارهم سابقا في سنة 98 و2002. وبالنسبة لهذا المعيار فهو يمثل إطار شامل ومتكامل للأخلاقيات،
نستطيع أن نقسم أهم ما احتوى هذا المعيار إلى قسمين. الأول هو الإطار المفاهيمي، والقسم الثاني هو كيف يمكن تطبيق هذا المعيار. فبالنسبة للقسم الأول فهو يشمل على معادلة العدل والإحسان والفضائل الأخلاقية، من ضمنها التقوى والصدق والأمانة. والقسم الثاني من المعيار يتطرق إلى كيفية تطبيق هذه الفضائل، ويتضمن المخالفات التي يجب تجنبها. نعم، أنا أود أن أزرع عن معيار حوكمة الصكوك، يعني إلى أي مدى هذا المعيار قد يعفي من الدخول في مسائل نزاعية مع الجهات ذات الصلة؟ طبعا هو الهدف من المعيار وضع أسس وقواعد ومبادئ لتوحيد الممارسات، هذا بالتأكيد لا يضمن عدم وجود خلافات، ولكن نحن نأمل ونتوقع أنه من الممكن أن يقلل من هذه النزاعات ويوفر آلية أفضل لحلها. جيد. فيما يتعلق بمعيار الوقف، يعني هل من الممكن أن يؤدي هذا المعيار لتغيير في أنشطة الوقف أو حتى دمجها؟ هل تتضمن المسودة ذلك؟ المسودة لا تتضمن أي تفاصيل بخصوص دمج الصكوك، فهي مسألة شرعية لا يتناولها هذا المعيار لأنه معيار حوكمة. لكن بالنسبة إلينا فهي يعني عملية الدمج مجرد عملية إجرائية، فما ينطبق على الوقف بعد الدمج ينطبق عليه قبل الدمج، لا يوجد تغيير. المسألة فقط هي مسألة شرعية تتعلق بشروط وقواعد معينة لإجازة مثل هذا الدمج. السيدة زهرة جاسم، مدير أول تطوير المعايير بأيوفي، أشكر وجودك معنا، كنت معنا عبر الهاتف من المنامة. تعد بطاقات الائتمان من أشكال القروض التي تقدمها البنوك لعملائها، وهي تقدم تسهيلات كبيرة في السداد والشراء، وتقدم فرصا وجوائز، لكن لها وجه آخر إذا ما تخلفت عن السداد، فكيف تتعامل البنوك الإسلامية معها، وما هو التكييف الشرعي لها؟ تريد شراء حاجتك، تدفع أقساط المدرسة أو الجامعة، تحجز فندقاً أو تذكرة طيران، أو تنفق خارج حدود الوطن، الحياة أسهل مع بطاقات الائتمان. بالطبع لا، فبطاقات الائتمان في نهاية المطاف هي قروض يصدرها البنك في شكل بطاقات لعملائه نيابة عن شركات عالمية مثل فيزا وماستر كارد. هذه البطاقات تمكن حاملها من إجراء أي معاملة مالية مع المتاجر التي تتعامل مع هذه الشركات بشرط أن يسدد خلال 50 يوماً من تاريخ الشراء، وتكون هذه البطاقات مغطاة بقيمة مالية محددة حسب الاتفاق المبرم بين العميل والبنك وبضمان مالي مؤجل. المشكلة التي غالباً ما تحدث هو تأخر العملاء في السداد، وهو ما يدفع البنك إلى فرض فوائد ربوية على المبالغ المستهلكة، الأمر الذي يضع العميل في دائرة مغلقة. يسدد الفوائد ويبقى أصل الدين كما هو، لا ينقص، فما الحل؟ توصلت البنوك الإسلامية إلى صيغة شرعية لتلك البطاقات، وهي تقتضي نوعين من العقود. الأول عقد وكالة، وبه يقوم البنك بشراء سلعة ما باسمك بضمان مالي مؤجل. والثاني عقد تورق، حيث يوفر البنك التاجر الذي سيشتري منه هذه السلعة ويدفع المبلغ عاجلاً لك، فيضعه البنك في حساب بطاقتك المغطاة والتي تصدر من خلال شركة فيزا أو ماستر كارد، ولا يحق للبنك تحصيل فوائد في حال التأخر. لكنه عوضاً عن ذلك يفرض عمولة ثابتة على عمليات الشراء، وهي لا ترتبط بحجم المبالغ المستهلكة. هكذا استطاعت البنوك الإسلامية خلق صيغة شرعية لبطاقات الائتمان، لكنها لم تستطع أن تجد بديلاً حقيقياً عنها. وفي نهاية المطاف تعددت الأشكال والقرض واحد. إذن نفتح هذا الملف مع ضيفنا من الرياض، سيد ماجد الصويغ، وهو المستشار المالي والمصرفي والرئيس التنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات الاقتصادية. سيد ماجد، أهلا وسهلا بك معنا في مشاركة، ويعني دعنا نتحدث في هذا الموضوع الذي يهم الكثيرين بطبيعة الحال،
ويجب أن نؤمن أنا وأنت وكل من يتابعنا بأن المصارف الإسلامية ليست جهات خيرية، بمعنى أنها لا تمنح قروض هكذا، أو حتى إذا كان قرض حسن يعني دون فائدة، يعني على أقل تقدير استرجاع هذه المبالغ، ضحك عن الفوائد والرسوم. في هذا السياق ما هو الفرق بين البطاقة الائتمانية التي تصدر من مصرف إسلامي ومثيلتها التي تصدر من المصارف التقليدية الأخرى؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسلم عليك أخوي الطيب وعلى جميع الزملاء والمشاهدين. بالنسبة للبطاقات الائتمانية كما ذكرت حضرتك، هي من اسمها هي بطاقة مستقلة وتحمل صفة ائتمانية، أي تستطيع أن تأخذ أموالا هي ليس لك وإرجاعها عند الاستحقاق. بمعنى هناك يعني كأنك تتسلف من شخص مباشرة، ولكن عن طريق هذا البطاقة. هي عملية تسهيلية، ولكن يجب أن تعرف قبل هذا كله بأن ما معنى الائتمان. الائتمان هو أنني أأتمنك على هذه الأموال التي سأمنحك إياها عبر أي وسيلة يعني تمويلية، سواء عن طريق البطاقة الائتمانية أم عن طريق قرض أم سواء كان تجاري أم حسن. فهذه المبالغ هي مستحقة لي لإعادتها. فهذا ما يجب أن يفهمه البعض، ويجب أن يعرفون أيضا مخاطر هذه يعني البطاقات الائتمانية وكيفية الاستفادة منها أو حتى من القروض. نعم، دعنا نتحدث عن السجل الائتماني للشخص، لأي شخص، أي شخص إن كان، يعني ما هي أهميته؟ والبعض يعني يتخيل أن هناك بنوك، ربما هي بنوك غنية ثرية لا ضير في أنني لا أرد لها المبالغ التي قمت أنا باستلامها وسحبها. نتحدث عن هذا الجانب، وهو جانب أخلاقي وديني وحتى حياتي اجتماعي. طبعا الوفاء بالعهود والوفاء بالديون هو أمر حثنا عليه شريعتنا الإسلامية، بالإضافة المجتمع. السيرة الائتمانية هي تمثل أيضا سيرتك الشخصية، وهي تمثل الوجوه التي الاعتبارية التي يتعامل بها الناس. فكما تحافظ على سيرتك الشخصية، يجب أن تحافظ على سيرتك الائتمانية، فهي رمز لك. اليوم هناك عدة أسباب وعدة أشياء في حال تأثرك في السيرة الائتمانية قد تؤثر عليك في جهات أخرى. الآن في حال تأثرك لا قدر الله بسبب عدم سدادك لمدة 90 يوم لأي قرض أو لأي بطاقة ائتمانية، فأنت تدخل من ضمن المتعثرين. في حال وجودك كمتعثر، هذا إذا كانت 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر خلال مدة يعني وجود هذه البطاقة الائتمانية لديك أو القرض، إذا دخلت كمتعثر سيترتب عليك إعلان وتشهير وتطبيق مواد مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الداخلية، وسيتم إيقاف خدمات عليك، وبعد ذلك ستتأثر، لن تستطيع أخذ وظيفة. والبعض أيضا الآن في الزواجات يسألون عن سيرتك الائتمانية وما هو وضعك الائتماني، هذا سيؤثر عليك. تعثرك في فترة زمنية سيؤثر عليك 5 سنوات كهستري وتاريخ، لك لن تستطيع الحصول فيه على أي قروض أو بطاقات ائتمانية. حتى بعض البنوك ترفض فتح حسابات لك، لماذا؟ لأنه لديك تاريخ سيء ائتماني. نفس السمعة للشخص في حياته، صحيح. ما أن تتلوث هذه السمعة بشيء إلا أن تلتصق به، فأحذروا كل الحذر من موضوع السمعة الائتمانية. صحيح، وسيرتك الشخصية هي سيرتك الائتمانية. يعني سيد ماجد الصويغ، الرئيس التنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات الاقتصادية، أشكر لك، وأنا نتمنى أن نلتقيك في مساحات أخرى للحديث بقية بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. وبذلك نصل إلى ختام هذه الجولة في مشاركة لهذا الأسبوع. الأسبوع المقبل بمشيئة الله لقاء جديد في ذات المواعيد. دائما تابعونا على موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. في أمان الله.